وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي أحمد محارم. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد هل تسمعني؟ أهلا وسهلا فندم. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. إذن نفذت إسرائيل هجوما جويا ضد أهداف عسكرية إيرانية، يعني من وجهة نظرك أستاذ أحمد تأثير ذلك على مجريات الأمور بمنطقة الشرق الأوسط وعلى التصعيد وعلى الجبهات في غزة ولبنان والعراق وسوريا واليمن؟ مساء الخير، التحية والتقدير. أعتقد التوقيت اللي قامت فيه إسرائيل بهذه الضربة كان بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت مترددة إسرائيل منذ فترة عن الزمان والمكان والكيفية التي ممكن أن تقوم بهذه الضربة. طبعا الداخل الأمريكي مشغول بالانتخابات، وإسرائيل مشغولة بحربها الغير مبررة والغير مجدية على قطاع غزة اللي دخلت في عامها الثاني 13 شهر، ثم عدم النجاح الذي لم يحرزه بنيامين نتنياهو وهروبه إلى الأمام إلى جبهة لبنان يشهر المنطقة ويؤهلها لحرب يعني إقليمية لا يقبل أبدا أي يعني من الأطراف الدولية أن تكون هذه الحرب سبب في يعني إرباك العالم كله. ومن ثم كانت النصيحة اللي وجهتها أمريكا إلى إسرائيل أن تكون الضربة يعني محددة تبعد تماما عن مصادر الطاقة والنفط والغاز، وأن تبعد أبدا عن المسائل الطاقة النووية بتاعت إيران. ومن ثم كانت ضربة لرد الكرامة للجانب الإسرائيلي، وحسب التقديرات اللي حصلت أنه هي بالاتفاق المبدئي ما بين أمريكا وإسرائيل أن تكون ضربة محدودة لا تؤدي للصراع في المنطقة، وخاصة أن أمريكا حريصة على أن يكون هناك هدوء في المنطقة خلال الأسبوعين القادمين من مستقبل الانتخابات في الداخل الأمريكي. أستاذ أحمد، من وجهة نظرك لماذا نجحت واشنطن في إقناع إسرائيل بعدم استهداف مواقع نفطية أو نووية مع أنها تعجز عن إقناعها أو يعني إجبارها على وقف الصراع الدائر في غزة وفي لبنان؟ سؤال جيد. أعتقد أن خلال عام من الصراع في المنطقة يبدو أن هناك كان اتفاق مبدئي ما بين الإدارة الأمريكية الحالية وإسرائيل بنيامين نتنياهو، ولكن التغيرات اللي حصلت في المنطقة وخطورة ما يقدم عليه بنيامين نتنياهو جعلت إدارة بايدن حاليا أن تؤجل ما يمكن أن يطمح أو يطمع إليه بنيامين نتنياهو إلى مستقبل. يعني في خلال أسبوعين سوف تظهر النتائج، من هو رب البيت في البيت الابيض، هل هو كاميلا هاريس كحزب ديمقراطي ام الرئيس الاسبق دونالد ترامب كحزب جمهوري. لا زال في الداخل الامريكي هناك شبه تشتت، ما حدش عارف من المواطنين 350 مليون ما حدش عارفين بلدهم رايح على فين. ومن ثم كانت النصيحه في هذه المره استمع اليها بنيامين نتنياهو لسبب وجيه من وجهه نظره، أنه ينتظر نتائج الانتخابات حتى يكون هناك من وجهة نظره من هو جالس في البيت الأبيض، لتكون هدية إسرائيل وبنيامين نتنياهو له أن يقدم له على طبق من حرير أنه سوف يكون على استعداد لإنهاء الحرب، وبالتالي تكون هناك بداية طيبة لرئيس جديد في داخل البيت الأبيض. هل انتهت دوامة الرد على الرد أم أن هناك رد إيراني مرتقب أستاذ أحمد؟ اعتقد ايران تدرك تماما من خلال دبلوماسياتها ان هذا التوقيت ليس هو التوقيت الدقيق لان تكون ايران باي رد. ايران لديها تحفظ ايضا، وكون ايران منغمسه في علاقات اقتصاديه مع العالم ومنها البريكس وعلاقات مع دول الجوار الدول الخليجيه التي استطاعت الصين بنجاح واقتدار أن تنهي هذا الصراع التقليدي ما بين السنة والشيعة، وعملت اتفاق مبدئي أن إيران والسعودية أو إيران ودول الخليج على وفاق. ومن ثم الرئيس الجديد في إيران هو حريص جدا أن يقدم لشعبه وللعالم ولأمريكا أيضا ولإسرائيل أن هناك وجهة نظر جديدة. الصراع الذي تريده إسرائيل أن يمتد ليس من رغبة إيران ولا من دول الخليج ولا دول المنطقة. وبالتالي أعتقد تماما حتى تنتهي مسألة الانتخابات في 5 نوفمبر لن يكون هناك أي رد أو تصعيد من الجانب الإيراني. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا.